في ولاية بنزرت، وخاصة اللي كانوا موجودين فوق الجسر المتحرك في بنزرت، بعد جنوح باخرة تجارية كانت متعدية من تحت الجسر هذية، والتمست ولا ضربت شوية في الجسر، ما نعرف شنو بالضبط تفاصيل معناها اللي صارت، ولكن صارت حالة من الخوف والهلع في المكان بسبب الإشكال اللي صار. ما نعرفوش إذا كان صار عطل في الجسر وإلا من الباخرة هذه. خلينا على الأقل نأخذ التفاصيل الواضحة من رئيس مصلحة الصيانة في الجسر المتحرك ببنزرت سي بديع بجمعة اللي حاضر معنا بالتليفون. مرحبا بك سي بديع. مرحبا بك عسلامة. مرحبا بك وكيف المستمعين معنا. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك سي بديع. دونك شنو اللي صار؟ لأنه حسب معناها بعض العناوين حالة رعب هلع خوف صارت المواطنين، شنو اللي صار ليلة البارح على الجسر المتحرك في بنزرت؟ باهي مرحبا. اللي صار البارح في حدود الساعة 10:20 تم فتح الجسر المتحرك لمرور لخروج أحد البواخر الراسية بالميناء التجاري ببنزرت. من الوهلة الأولى للتحرك السفينة تم التفطن لتغيير المسار متاعها، ويعني تغيير المسار متاعها العادي اللي مالها تخرج بيها للبواخر هذية. هي كانت خارجة من ميناء بنزرت؟ اي كانت خارجه من الميناء التجاري، اي من الميناء التجاري، مرسى الميناء التجاري البنزرت. قلت لك كانت خارجه وكانت ماهوش في المسار نتاعها العادي للبواخر. تفطن الفريق التقني للخلل هذايا، قام برفع الجسر المتحرك اللي في حدود زاويه 80 اللي هي اقصى ما تنجم يعني تطلع للقنطره لتفادي الاصطدام بالبارتي ميتاليك، البارتي موبيل نتاع الجسر. تم على اثر الحادث هذايا اصطدام طفيف قولوا نوعا ما في الجزء الخرساني اللي الباينه بالعين المجرده. بالنسبه لنا الوقت الحالي عن فريق قاعد يعمل في اكسبرتيز على الاجزاء المغموره تحت الماء، فما حضور غواصين قاعدين نشوفوا في الـ في الـ في الـ في الـ مدى الاضرار، معناها اذا كانت مست مدى الاضرار الحادث هذا. خيرنا البارح بعد ما خرج الباخره، خيرنا انه تقعد القنطره في اللي هي فيها لضمان سلامه المواطنين حاجه ولضمان سلامه المنشاه، حتى لين نتاكدوا بالعين المجرده ونتاكدوا انه الحادث هذايا ما يمثلش خطر على المستعملين. اي ايش معنى الجسر مسكر؟ قاعد مسكر؟ هي 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 وقت اللي صار الحادث هذايا القنطره كانت في ارتفاع 80 درجه. وقت اللي صار الحادث وانجاجينا للاخره الور لا هبطنا في اللونجور، احنا في اللونجور 40 وما خليناش يعني وخلينا هكاك لين ثبتنا احنا بالعين المجرده وبالتشخيص الاولي انه الحادث هذا ما يمثلش خطر على المستعملين وعلى جسم المتحرك. وقتها وقت اللي تاكدنا من الشيء هذايا هبطنا جسم المتحرك واللي تاع نتاعو الانسيان وعملنا يعني وتعداو الكراهب وتعداو المواطنين. جست نحب نضيف حاجه اخرى، جست المتحرك البارح في الليل عملنا رفعه اخرى مع ال 12 غير 10 دقائق. اول حاجه باش يعاود يرجع البابور وباش تصير امور يعني باش فما ما تعرف فما سيركوي امور قانونيه لازم تصير ولازم تشخيص وخبراء يهبطوا باش ضمان حق الدوله ضمان حق الدوله في الحاجات هذه. جوستومو اذا كان صارت معناها الباخره تسبب في اضرار للجسر هذا. اي فوالا باه. جيت نحب نقول لك حاجه اخرى زاده اللي فما عملنا زاده كيف عمليه رفع للجسر المتحرك مع الخمسه نتاع الصباح لمرور البواخر. واحنا يعني الوقت الحالي قاعدين في انتظار
صور الفيديو والتشخيص الأولي اللي قاعدين نعملوا فيه تحت الماء. إن شاء الله العشية إن شاء الله العشية يحضر يعني يحضر. معناها لا قدر الله إذا كانت ثم أضرار معناها كبيرة شوية باش يتم غلق الجسر إلى معناها لفترة مؤقتة ولا كيفاش باش يكون التصرف؟ الوقت الحالي المنظومة الكهربائية والمنظومة الميكانيكية والمنظومة الأوتوماتيكية تخدم طريقة عادية. عملنا طريقة عادية قاعدين يعني شغلناها احنا الجسر بعد الحادث هذايا مرتين. احنا بتعرف المنشأة هذه حساسة واحنا نتبع اقصى درجات الحذر. أيوة. دونك اي وتوا معناها الاجراءات كما نقولوا احنا اذا ثبت حدوث ضرر تصير تتبعات للباخره هذه وشكون المسؤول على انه خرجت على المسار نتاعها والا ما كانتش واخذه المسار الصحيح. بالطبيعه فما تتبعات وفما محضر تحلوا باش يعني والباخره تحجزت حتى لين الانتظار تتم عمليه تسخير المختصين في المجال هذايا للمتابعة. بالنسبة للمواطنين لاباس البارح لأنه في الوصف اللي صار للواقعة قالوا سمعنا أنه ثم صار هكا صراخ من طاقم السفينة طلبوا شوية من المواطنين أنهم ينتبهوا يبعدوا شوية على المكان خاصة وين معناها كانوا موجودين في وسط في مسار الجسر ولا في وسط الجسر هذية. الحمد لله ما صارتش ظهر لي حتى أضرار بشرية للمواطنين اللي كانوا موجودين غاديكا. وكيفاش صار فيسع صار تدخل وخرجوا بعده ولا كيفاه؟ جيست نحب نقول لك حاجه اللي قبل عمليه رفع الجسر فما بيدان حديديه تتسكر على مسافه 20 متر و25 متر اللي تفصل المواطنين على يعني تفصل المواطنين على الجسر المتحرك وين باش يتعدى البث. والحمد لله البارح ما فماش اضرار يعني للأضرار يعني بدنية للمواطنين والحمد لله كانوا بعاد يعني المواطنين كانوا بعاد في البروتوكول نتاع اللي باش رفع عملية الجسر المتحرك أول حاجة نعملوها هي نسكروا البيبان ونونجاجيو يعني العباد الكل باش تكون العملية يعني سلسة أكثر. باهي الحمد لله انه جات باللطف المره هذه معناها ما نعرفوش لا قدر الله نردوا بالنا زاد كيف وننتبهوا للامور هذه خاصه حتى في حالات العطب المفاجئ للجسر هذه وهي صارت قداش من مره. ان شاء الله تكون الجسر مؤمن وما نسمعوش حالات كيف من هكا ونشوف ونتبعوا معكم ان شاء الله التقارير والملاحظات شنو باش تصير هل ثم اضرار. ان شاء الله ما يكونش ثم اضرار لانه لو كان صار يصير سامحني لو كنت تسمح لي نحب نشير للاشغال المزمع انزازها في الجسم المتحرك بالنظر. أيوة تفضل. أشغال في 2021 تم برمجة تخصيص 800 ألف دينار لإنجاز أشغال حماية العناصر الحامرة للجسم المتحرك واللي الصفقة هذية تم توقيعها مع مقاول والمقاولات اختصاص بحري هذية قاعدة تم في الأشغال متاع الصيانة. حب نذكر زادة فما أشغال متاع صيانة وحدات الإسمنتية للجسم المتحرك هذا كيف صفقة تم إمضائها مع مقاولات مختصة في صيانة المنشآت الفنية كما جسور ونحب نشير زادة حاجة أخرى أنه فما إدارة جهوية لتجهيز بنزرت وزارة التجهيز قامت بنشر دراسة تجديد المنظومة الكهربائية والأوتوماتيكية للجسر المتحرك وهي هذه الدراسة يعني هامة برشا. دراسة نعتبروها باش تنقص كمية كبيرة من الليبان وباش تدخل أنظمة الكهربائية والأوتوماتيكية يعني للآخر صيحة وين آخر صيحة وين وصلت التكنولوجيا في العالم. ولكن تعرف أنت الأشغال هذية أشغال عندها خصوصية كبيرة لقناصر الجسور المتحركة في العالم عددها مش كبير. تم نشرها للمرة الثالثة على التوالي إن شاء الله في 8 سبتمبر الجاي يتم يعني
فرض العروض للمشاركه. نحب ناشر زاد الحاجه الاخرى انه فما دراسه الهياكل الاسمنتيه والمعدني للجسم المتحرك في الزرق اللي هو توا على زاد النشر على منظومه الصفقات العموميه تيونيبس. به المهم ان شاء الله ان شاء من هنا لين تنتهي العروض هذية وتكمل الاشغال الكل ان شاء الله ما نشوفوش حتى عطل اخر في الجسر هذية، لانه الحقيقه احنا هنا بعاد من مجرد انه نسمعوا يصير العطل نحط يدينا على قلوبنا ونخاف. ان شاء الله يا ربي تكون الامور سلامات ولباس. يعطيك الصحه، شكرا ليك انت زيدا سي بديع ابو جمعه رئيس مصلحه الصيانه بالجسر المتحرك في بنزرت على كل هذه التوضيحات. موزيكا.